لقطة مؤثرة لنادين الراسي مع ابنها في عيد ميلادها وفيديو من احتفالها مع شقيقتها بعد مصالحتهما يتصدر. نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستغرام مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي سيطرت على احتفالها بعيد ميلادها برفقة أفراد عائلتها. وظهرت نادين في لقطة مؤثرة مع ابنها مارك حتشيتي، كان قد نشرها الأخير على حسابه وعلق عليها بالقول: كل عيد وانت بألف خير يا ماما، الله يخلي لي قلبك يا سبب فرحتي يا ما سمني سكتي. كما أعادت نادين نشر صورة أخرى كانت نشرتها ماريبيل حبيبة مارك على حسابها، ظهرت فيها برفقة نادين ومارك خلال قطع قالب الحلوى. وفي السياق شاركت نادين الراسي مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة شقيقتها ساندرين، حيث كانتا تطفئان الشموع على قالب الحلوى، وعلقت نادين على الفيديو موجهة رسالة لشقيقها الراحل جورج الراسي، إذ قالت: وبعد غيابك سنتين صار عمري 200 يا خيي. عندي ضلع أخويا المعين شلع ابن أمي. من جهة أخرى كان شارك أحد متابعي الممثلة اللبنانية نادين الراسي على حسابه عبر إنستغرام مقطع فيديو تضمن بعض اللقطات لشقيقها الفنان الراحل جورج الراسي من صغره إلى أن أصبح شابا وفنانا معروفا، حيث صودف الفيديو في يوم عيد ميلاد نادين الراسي. بدورها عبرت نادين عن حزنها الشديد لرحيل شقيقها، وأكدت أنه اليوم بمثابة ملاك في السماء يحميها ويحرسها، شاكرة بالمقابل صاحب الفيديو على ما فعله، خصوصا أنه جعلها تستذكر بعض اللحظات المميزة لجورج في عيد ميلادها. وعلى صعيد آخر كانت نشرت صفحة شربيليتا المهتمة بأخبار النجوم والمشاهير على حسابها عبر إنستغرام مقطع فيديو يظهر جورج الراسي ابن الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي وهو يحيي الذكرى الثانية لوفاة والده برفقة والدته جوال حاتم. وظهر جورج الراسي في الفيديو وهو يقوم بوضع الورد في الكنيسة ويستمع إلى القداس الخاص بذكرى رحيل والده، حيث أرفقت شربيليتا الفيديو بالتعليق التالي: أحيى جورج الراسي ابن الفنان الراحل جورج الراسي الذكرى الثانية لوفاة والده في أجواء عائلية حميمية مليئة بالمحبة والاحترام وسط احتضان كبير من عائلة والدته جوال حاتم التي حرصت على التواجد ودعم ابنها في هذه المناسبة المؤثرة.